هي مستحقات الأخوة اللي تعينوا على ما يسمى بالـ30 ألف، تعينوا في نهاية 2019 وصارت إشكالات بالـ2020، كان هناك موضوع كورونا وعدم صرف مستحقاتهم، ونتيجة أخرت تقريبا سنة ما صرفت مستحقاتهم، صرفت بالـ21. بالـ21 ما كنا موجودين أيضا، والأخوة المنسقين أيضا يعني يذكرون، وفزينا مجموعة من الديات والأوليات والبيانات الأخوة المفروض مستفيدين من هذه المستحقات، وانصرفت لهم رواتب الـ21. من طالبنا بالمستحقات الـ20 باعتبار هي حقوق لأهل البصرة، وفاجئنا بالوزارة المالية أنه وجود اختلاف بالبيانات، يعني الأسماء اللي وصلت بـ21 وجد بعضها مختلف عن الأسماء اللي جزئناها بـ24، بالإضافة إلى وجود أعداد إضافة. بصراحة هذا اللي خلى وزارة المالية تستفسر، لازم جزئت وزارة المالية إلى محافظة البصرة تستفسر عن هذا الاختلاف وأسباب عدم وجود بعض الأسماء ووجود أسماء أخرى غير موجودة بالقاعدة الـ21. احنا طلبنا القاعدة الأصلية الموجودة في وزارة المالية حتى نقارنها ويا الأسماء ويا البيانات اللي موجودة في محافظة البصرة والدوائر البصرة اللي رفعت للمطالبة بالمستحقات هذا، وحصلنا أيضا على النسخة من البيانات، راح نقارنها ونشوف الاختلاف وين، وأكيد راح يصير كتاب واضح من محافظة البصرة اللي واضح عن هذا الاختلاف في الأعداد والأسماء. لاحظنا أن بعض المنسقين يعطي صورة للجمهور معاكسة وبعيدة عن الواقع، صراحة هذا يربك الجمهور ويعطي رسائل غير واضحة للمستفيدين. اليوم هذه استحقاقات هي ليس مني لا من وزارة المالية ولا هو استحقاق موظفين في محافظة البصرة، وهو واجب علينا، ولا مني من عندنا، أن مراجعتنا هي في خلاف وجهات النظر بيناتهم. إذا ما وصل الكتاب يعتقد ويحاول أن يعكس صورة غير واقعية. كل الأخوة المستحقين لهم استحقاق في 20 بالنسبة للتناب عدى عوادة، متعهد بإكمال هذا الملف إلى النهاية، وإن شاء الله يستلمون استحقاقاتهم اللي هي تقريبا رواتب لمدة سنة، وهذا التعهد إن شاء الله أمام قناتكم وأمام راجل المربد وأمام جمهورنا في محافظة